اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه الفقره دي هنعرفكم بفريق، الحقيقه فريق بطل، فريق عنده امكانيات كبيره جدا. يمكن الالعاب الجماعيه او الالعاب الصالات مظلومين شويه اعلاميا، صعب ان يعني يوصلوا انجازاتهم للناس بسهوله. خليني اقول لكم ان الفرقه دي فيها 11 لاعيبه في منتخب مصر. طب ايه الجديد؟ الجديد ان الجيل ده راح لعب بطوله بحر ابيض المتوسط خد ثالث، لعب افريقيا خد اول، لعب كاس عالم خد تاسع. طب ما حدش حاسس بحاجه، ما حدش سمع حاجه. طيب اللاعبات دول بينهم حوالي 6 لاعبات بيلعبوا مع الفريق الاول اللي هيخوض بطوله افريقيا اللي جايه، ابطال الكؤوس في صاله الامير عبد الله الفيصل. يعني ساعات بيجي جيل كده، الجيل ده بتقول لا الجيل ده هيعمل طفره في اللعبه، والجيل ده جيل 98 لسات لكره اليد في النادي الاهلي ان شاء الله هيكون من الاجيال دي. خليكم فاكرين كلامي، واحنا دورنا ان احنا نسلط الضوء على الفرقه زي دي، واحنا مكملين معاهم ونفضل دايما جنبهم ونوصل معاهم لابعد ما هم يتخيلوا. في الاول طبعا لازم ارحب بالمدير الفني صاحب الانجاز الكبير كابتن محمد راضي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا فراس، والف مليون مبروك على الدوري وعلى الكاس. الله يبارك فيك يا كابتن، متشكرين جدا، متشكرين على الاضافه. برحب بمريم الشرباجي لاعبه الفريق ونجمه الفريق ايضا. اهلا بيك. اهلا وسهلا، منورانا. شكرا. برحب بلمى الشواربي حارس مرمى الفريق. ازيك يا لمى؟ كويس الحمد لله، منورانا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. برحب بمريم ربيع وينج ليفت الفريق. اهلا بيك. اهلا بيك. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. خلينا نبتدي مع كابتن محمد. كابتن محمد قول لنا على الانجاز السنه دي، ناخد الموضوع من الاول، بدايه الموسم كام لاعيبه تم اختيارهم، دخلت الموسم بكام لاعيبه، كان عندك منافسات ايه، عملت في كل المنافسات ايه، احكي لنا المشوار من الاول يا كابتن محمد اتفضل. والله احنا في البدايه احنا عندنا الفريق متكون من 18 لاعيبه، ال 18 دولت منهم 11 لاعيبه بتلعب في منتخب مصر، ودي كانت معادله صعبه جدا لان كان عندهم استعداد لبطوله افريقيا، فكانت صعبه جدا ان انا 18 بنت معايا، 18 لعيبه في يعني منهم 11 في المنتخب، مفيش فرقه، مفيش فرقه، فدي كانت مشكله. ودي كانت معادله صعبه جدا بالنسبه لي ان انا احافظ ازاي على معدل. ابتديت الاعداد امتى يا كابتن محمد؟ انا ابتدينا الاعداد 1/7. طب وبطوله افريقيا المنتخب كانت سكت لعبوها في تقريبا في اول 9، أو تسعة، يعني في شهرين في الموسم في بداية أنت ابتديت بس بثمان لاعبات اللي هم قوام الإعداد بتاعك بس. لما جيت ابتديت بال 18 لاعيبة كان في تنسيق بيننا وبين مدرب المنتخب، وابتدينا نشتغل على الشهرين دولت، إن كان بيروحوا ثلاث أيام هناك في المنتخب والأربع أيام التانيين كانوا تقريبا الأربع أيام المنتخب كله بيجي مرة واحدة. ما هيبقى فاضل بتاع سبع ثمان لاعيبات كانوا يجوا برضه. يعني ما لهاش حل بعد كده ليه؟ فهي دي اللي كانت المشكله الوحيده اللي كانت بتقابلني طول الموسم، ازاي انا احافظ على معدل اللياقه البدنيه للاعبين عشان يقدروا يكملوا معايا الموسم. صحيح. ويقدروا ازاي يحافظوا على المهاره بتاعتهم. صحيح. ازاي يحافظوا يتصاب او يقع منك، ودي كانت. صحيح. مشكله. صحيح. يمكن للاسف بعد بطوله افريقيا حصل لنا دروب جامد، ان رجع ثلاث اربع لعيبه مصابين، وده اللي كنا بنقوله بقى، ودي اللي كانت مشكله. كانت لما طبعا كانت مصابه، رجع مصابه، ومريم برضو كان عندها اصابه، والحمد لله رجعت بسرعه، لكن الحمد لله السبع لعيبه التانيين قدروا يكملوا معانا، والحمد لله ابتدينا المشوار بتاعنا ببطوله الدوري. الحمد لله احنا واخدين بطوله الدوري قبل بطوله الدوري ما تنتهي بثلاث اسابيع. ما شاء الله، الحمد لله. ما شاء الله. كان لعبت كم مباراه تقريبا في الدوري يا كابتن محمد؟ نعم فندم. لعبتوا كم مباراه في الدوري؟ لعبنا 16 مباراه. فوزنا في قد ايه؟ كسبنا الحمد لله كل المباريات الحمد لله. مش تعادل حتى؟ لا لا الحمد لله كابتن، الحمد لله. ماتش مش جنبي خشب بس. لا الحمد لله. البنات الجيل دوت جيل 98، انا محظوظ اني ماسك الجيل دوت، جيل قوي جدا. صحيح. جيل عنده امكانيات عاليه جدا مهاريا وبدنيا وعلميا كمان، يعني حتى البنات انا شايف ما شاء الله، يعني بنتكلم قبل الهوا كليات صعبه جدا يعني. ما شاء الله. انا عندي ثلاثه سياسه اقتصاد ما شاء الله، عندي اثنين هندسه ما شاء الله، والباقي بقى تجاره انجلش اداب بيزنس كده يعني الحمد لله. ما شاء الله فاضل لك اثنين وتعمل مشروع كبير. كانت هي المشكله كانت بتقابلنا بس حته المنتخب حضرتك. ان ازاي ان انا اقدر اظبط معدل الشغل بتاعي بين جمهوريه وبين القاهره، بطوله القاهره وبطوله كاس مصر. طب كابتن احنا ابرز المنافسين لينا مين؟ يعني اللي كنت شايف ان هم برضو عندهم فرقه محترمه وبيعملوا شغل وعندهم لاعبات في المنتخب. احنا السنه دي حصل لنا يعني دروب بسيط، ان عندنا في بنتين من الفرقه طلعوا درجه اولى. ما تسجلوش معانا. يعني الجيل دوت ناقص منه اثنين لعيبه اقوياء جدا بيلعبوا دلوقتي في الدرجه الاولى، ما بينزلوش معانا يلعبوا الماتشات، ما بينزلوش معانا في ماتشات المرتبط خالص خالص, خالص.
يعني ثابتين في الدرجه الاولى. يعني حتى ما بيتمش الاستعانه بيهم في ماتشات على الماتشات بتاعتك. لا انت ما شاء الله ده يدل ان الفرقه جامده. الحمد يعني لله. انتوا لو كابتن بيسا شايف ان انت محتاجهم كده اكيد هتخليهم يلعبوا معاك، ولكن هو شايف ان ما شاء الله عندك يعني وفره وما فيش مشكله. هي بصراحه حاجه للجيل ده يعني تتحسب له. تمام. هي الكابتن بيسا قعدت معايا في اول الموسم وقعدت معايا انا ومدرب الدرجه الاولى، واتفقنا ان ياخد البنتين دولت، ان هو في احتياج ليهم، كان محتاج لعيبه في الخط الخلفي ولعيبه في الخط الامامي، وهم الحمد لله ما شاء الله من العناصر الاساسيه في فرقه الدرجه الاولى. ما شاء الله. زائد ان انا عندي اربع لعيبه تانيين بيطلعوا في الدرجه الاولى وبيتمرنوا، ومعانا بنت دنيا صقر موجوده دلوقتي بتلعب نهائيات الجمهوريه ما شاء الله في سبورتنج في الدرجه الاولى برضه. الدرجه الاولى ما شاء الله. فالحمد لله. لا ده انا هرجع مع حضرتك بقى واحده واحده، وهناخد المراكز واللاعبات بالتفصيل، بس اروح للما يعني الف حمد لله على سلامتك الاول. الله يسلمك. قولي لي ايه الاصابه اللي كانت عندك؟ كان عندي مشكله بس في ظهري، ان شويه اللود بتاع التمرين ما كنتش بعرف اوفق ما بين التمرين وما بين الجلسات العلاج الطبيعي والتقويات وكده، والحماسه برضو شويه بتاخد الواحد ان هو خلاص انا كويسه وهكمل وما فيش حاجه. بس صحيح. طبعا كل ده بيبان بعد ظهرت معاك الاصابه في افريقيا. كانت فين افريقيا الاول لما كانت في كوت ديفوار؟ كوت ديفوار. والاصابه بدات في البطوله ولا لا؟ هي اصابه هي ممكن نتكلم من كاس عالم اللي فات، يعني تراكميه. يعني هو تقريبا كلنا المنتخب يعني او الناس اللي كانت مصابه في المنتخب هي اصابات تراكميه. رحنا افريقيا اول مره سلام، رجعنا من افريقيا مش سلام، كملنا عشان كاس عالم، فكله داس على نفسه. رحنا كاس عالم كان فين؟ كان سلوفاكيا. سلوفاكيا. وكان كم فرقه مشاركه لما؟ 24. وخدنا تاسع عليهم ما شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك ان كان رئيس الاتحاد الدولي ما كانش بيحضر لنا ماتشات، ما كانش مصدقين. ها في الاول يعني اللي هو دوت منتخب مصر هيعمل ايه وبتاع، وكان في اقول لك على حاجه لما انا حزين جدا جدا ان سيدات كره اليد المنتخب ملوش تواجد، يعني دي من الحاجات بامانه من غص على عشتي. هي دي حقيقه. يعني انا كل المنتخبات اليد ليهم تواجد، والانديه المصريه قويه جدا، نفس الكلام للطايره تواجد، انما فريق السيدات لكره اليد انا شايف انه لازم يكون في حته كبيره جدا. انا هقول لك حاجه، حته عاليه. في اجيال كتير قوي اتظلمت بسبب اتحادات قديمه بتيجي تقول يلا هنجمع الجيل ده قبل البطوله بشهر ويقولوا لهم سافروا، فطبعا ما بيعملوش حاجه عشان هم اتظلموا. محتاجين اعداد اكتر. بالظبط. فاحنا كنا الصراحه جيل محظوظ ان احنا بداوا معانا من اول. يعني انا دخلت منتخب عندي 14 سنه. بس كان في دكتوره في الاتحاد القديم اسمها دكتوره، كانت عضو مجلس اداره، منيره مورس. دكتوره منيره صح؟ هي اللي كانت ماسكه البرنامج ده، وهي اللي تبنت الفكره، وانتوا على فكره نتاج شغلها. انا كنت متابع الموضوع ده، مش عارفه ديتيلز قوي، بس اللي انا عارفاه يعني ان احنا حظنا كان حلو بصراحه. احنا جيل من الاول، احنا كنا تقريبا دخلنا منتخب 14 سنه و15 سنه، وبعدين بقى فضلنا من منتخب من يعني الجيل ده محافظين عليه. انا ومريم دخلنا مثلا منتخب 96 قبل ما يكون في منتخب بتاعنا، وريم كانت معانا. فلا يعني انت ومريم وريم انتوا مع بعض يعني جيل واحد، حتى في المنتخبات بتروح حتى وراجعين. المنتخبات الاكبر دخلنا منتخب 96 لغايه ما منتخبنا بعديها بسنه وشويه اتكون، فبقينا مع منتخبنا. طب قولي لي كاس العالم لما رحتوا انتوا 11 لاعيبه من النادي الاهلي، يعني يعتبر النادي الاهلي رايح مطعم ببعض اللاعبات تقريبا. ف يعني بتهيأ لي احساس تاني، تاسع عالم برضو انت لسه لك تكه وتخش اللي زي ما بيقولوا المربع. ما هي التاسع ده يعني تك، هي ماتش اللي بعدكم عن المربع. ماتش واحد. ماتش واحد. اللي بيفهم في القرعات والبطولات هي تكه، كنتوا دخلتوا المربع. كان شعوركم ايه وانتم محققين تاسع؟ ده انجاز كبير جدا. احنا في الاول بصراحه كنا رايحين مش عارفين احنا فين او احنا بنعمل ايه، احنا بعيد عن الناس دي او احنا ايه بالظبط. لعبنا اول مره الدنمارك، الدنمارك طبعا معروفه ان مدرسه هاندبول يعني مفيش زيها، مفيش مقارنه. بس لما لقينا نفسنا بنلعب معاهم وماشيين جون بجون ما شاء الله، خسرنا في الاخر فرق 5 أو 6 أو 7 حاجه كده يعني. ولا حاجه. الشوط الاولاني طالعين فرق 2. احنا في الشوط الاولاني طالعين فرق 2 لينا بالظبط. يعني الشوط الاولاني فرق طالعين احنا يعني كسبانين فرق 2 الشوط الاولاني مع الدنمارك. فطلعنا بعد كده قلنا لا يا جماعه احنا مش بعيد خالص، احنا بجد ممكن نعمل حاجه. بس بعدين حظنا المجموعه كانت كويسه، لعبنا سلوفينيا لعبنا بعديها سلوفينيا. كنا خسرانين لغايه اخر 8 دقائق في الماتش فرق 6، وعوضتوا وكسبتوا. ما حدش عارف ايه اللي حصل بالظبط خالص يعني. حضرتك لو سالت اي حد من الفرقه ما حدش عارف. الروح هي دي الروح، خدي بالك. احنا مره واحده الماتش اتقلب، ما بقوش بيجيبوا جوان، احنا بنجيب اجوان، كسبنا فرق 1. اقول لك سر بيني وبينك كده، روح الفانيلا الحمراء. عشان اقول لحد عشان المره ده بس يزعل الناس. بيني وبينك السر دي حاليا السبعه في الملعب بالظبط النادي الاهلي. لا ده انت عندك السبعه والتغييرات كمان بره النادي الاهلي. فدي لما تقول لي روح في المنتخبات اقول لك ان المنتخب قوام النادي الاهلي. روح فين الحمد لله. دي حسيناها اول ما دخلنا المنتخب بصراحه. صحيح. صحيح. الحمد لله على سلامتك. لان هرجع لك كمان ونتكلم بتمعن. اجي لي كمريم قولي لي انت شاركتي في كل البطولات.
انا ليه بقول كده؟ بعرف الناس ان احنا مش موضوع محلي بس، لان كل الناس انا بقول لك المشكله ان كره اليد للانسات والسيدات مش واخدين حقهم. وانا شايف ان هم يقدروا يكونوا زي الولاد في حته كويسه جدا، ممكن ده بالعكس، ده انتوا ممكن توصلوا لاماكن الولاد يعني ترتيبات. كلميني عن السنه دي وعملت ايه، خاصه انت في كليه صعبه، عملت ايه من اول الموسم؟ هو من اول الموسم بصراحه يعني كان كابتن كان كويس معانا، يعني لو عايزين حاجه في الكليه او كده وعندنا امتحانات او مثلا مشغولين او كده كان بصراحه الكابتن بيقدر يعني. بس طبعا كان في تمرينات كل يوم وكان في ضغط طبعا، والمنتخب بقى كان ابتدى كمان، فكان معانا تمرينات منتخب تمرينات عادي. ولا مفتوح؟ لا كان مفتوح بس برضه بيبقى فيه يعني. التمرين كان فين، في المعادي ولا فين؟ لا في الصاله، الصاله القاهره ومعادي ساعات. المعادي ساعات، فاحنا بنروح الجامعه الصبح نخلص تمرين نادي. انت في كليه ايه الاول؟ اداب انجلش. انت ما شاء الله كليه صعبه، عايز بكره بس كان كل يوم بقى يا يوم منتخب يا يوم نادي يا يوم جامعه، يعني كان الموضوع صعب. طب وعديتي الفتره دي ازاي؟ يعني انت المنتخب كان شهرين، كان ثلاث ايام مع المنتخب وثلاث ايام مع النادي، وبعد كده رحنا لعبنا افريقيا. بتهالي يعني بعد افريقيا الدنيا ارتاحت، هديت بقى خلاص بقى النادي بس، ما عادش في المنتخب. وقبليهم كان كاس عالم صح؟ كاس عالم كان قبل في الصيف اللي قبل افريقيا. كان كاس عالم، كان بطولة ايه؟ كان قبل افريقيا الاخيره، كان كاس عالم. كان كاس عالم يا دوبك ما لحقناش اصلا حتى نريح، يعني احنا خلصنا كاس عالم بسرعه يا جماعه، ده انا افريقيا كده، فبرضه ما فيش راحه خالص. ما كانش في راحه خالص، لا يعني خالص. صدق الله. طب ومنكم مجموعه بيلعبوا مع الدرجه الاولى كمان، ده حمل تاني صح؟ انتوا كام لعيبه بتلعبوا في الدرجه الاولى؟ سته مش كده؟ هو احنا يعني لا في اثنين اساسيين معاهم. وفي بقى هم مين الاول يا مريم؟ ياسمين عبد الرحيم. ايوه. وياسمين وحيد. تمام. بس دول قدنا يعني. بس هم سابتين. وانتوا بتطلعوا معاهم نتمرن تمرينات ودنيا برضو بتشارك ماتشات يعني. ماتشات بتروح بتشاركوا في الماتشات. طب يعني خلينا اقول انتوا اكيد ليكم طموحات، شايفين الموضوع مش عايزين يقف لهنا، عايزين نكمل. طب انت شايفه الموضوع ازاي يا مريم؟ يعني شايفه ان احنا نقدر ندوس ونكمل، ولا الموضوع مش في ايدينا بس، في ايد مثلا دعم الاتحاد، دعم يعني شايفه الموضوع هو اكيد دعم الاتحاد يعني، وبس احنا كمان احنا نقدر نكمل يعني، نقدر نعمل حاجه ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي ده، ونقدر حتى نكسب البطوله بتاعتنا الفاضله في الاهلي يعني، نقدر نعمل حاجات كتير. بس هو بس عايزين الدعم شويه. بس انجولا جامده. لا مش اجود مننا برضه. مش قوي يعني. يعني بس عاجبني فيكم الحماس، مش هاممكم. عندنا شويه حماس كده باقيين علينا. لا بجد برافو، يعني انت بتقولي مش هممنا وهنلعب انجولا بريميرو دي اوست جاي وبترو اتلتيكو، الاثنين فرقتين تقال، وانا شفتهم حتى بطوله الكؤوس السنه اللي فاتت في اغادير، فرقتين تقال وانتم مش هاممكم، بتقولوا هنلعب يعني زي ما تقول كده خلاص اتعودنا بقى يعني على الشقه وعلى الماتشات يعني. طب يعني قولي لي انتوا يعني برضو كاس العالم اللي جاي، اليد غير الباسكت غير الطايره، كل سنتين كاس عالم. ما شاء الله الاجنده على طول هتطلع من ده تخش في ده. كاس العالم اللي جاي اخباره ايه؟ وتصفيات بتاعته ازاي؟ وهنتاهل ازاي؟ كلميني. هو احنا عندنا كاس عالم اصلا في بودابست. برضه السنه دي في 2018. في المجر. في المجر. وعندنا برضه قبليها بطوله هنطلعها وديه، المفروض هي كانت بتاعت فريس تيم، منتخب فريس تيم، بس احنا هنطلعها في اسبانيا. طب ليه يا ريم؟ لا انا عايز اعرف حاجه، كاس العالم تمام هنروح ازاي؟ مش في لي تصفيات افريقيا؟ احنا خلاص. لا ما احنا خلاص خدنا تاني، كسبنا افريقيا خلاص، اهلوا افريقيا خلاص، اهلوا افريقيا خلاص، خدنا تاني الحمد لله. تمام. يعني افريقيا اللي فاتت دي بتاع كاس العالم اللي جاي، بتاع كاس العالم اللي جاي. لما كاس العالم اللي اتكلمنا عليه افريقيا بتاعته كانت قبليه. تمام. 2018 ده كاس العالم ان شاء الله. تمام. فانت عندك 2018 كاس عالم. تمام. احنا تاهلنا عليه كتاني افريقيا. صحيح. طب الاول كان تونس صح ولا كان مين؟ لا انجولا. انجولا. انجولا اللي جاي لنا. انتوا قصدين. يعني انتوا قصدين. هم جايين بفرقتين انجولا. فرقتين. انا بقول لك جايين باول اغسطس. بريميرو دي اوجست، وجايين ببيترو اتلتيكو. وخد بالك الفرقتين دول انا لسه قلت في الانترو، الفرقتين دول اغنياء جدا. جدا. وبيجيبوا اجانب. بيجيبوا محترفين. كتير انا بقول لك. وفي الباسكت كان نفس الكلام. وفي الباسكت. لا فرقتين. هم جايين مركزين على البطوله. لا بس ان شاء الله ربنا يكرمنا. ان شاء الله باذن الله احنا باذن الله يا رب. هيبقى النهائي بيننا وبينهم ان شاء الله. ان شاء الله. وليه يا ريم بقى يعني ارجع لك برضو بحته التوفيق ما بين انت سياسه اقتصاد، والموضوع صعب ومحتاج مذاكره وحضور. صحيح. الحضور اهم كمان من المذاكره. يعني انتوا عندكم نسبه حضور وغياب لانها تعتبر كليه عمليه، بتعمل ايه؟ هو احنا خلاص اتعودنا يعني، احنا اصلا من ساعه ما دخلنا اللعبه ديت واحنا خلاص متعودين نعرف نوفق يعني، احنا طلعنا لازم نوفق يعني، مش هينفع ولا تغيب من التمارين ولا تغيب من الدراسه بتاعتك.
بس فاحنا خلاص يعني احنا طالعين ده سيستم حياتي. بس ده بيخليك تنسى كل حاجه يا ريم، يعني بيخليك تنسى حياتك، حياتك الاجتماعيات. ما هي دي بقى اللي بنوقعها يعني، احنا بنعرف نوقف في الاثنين، لكن حياتنا الشخصيه لا مفيش يعني مفيش حياه. بس بعدين هم يعني هم اصحاب يعني خلاص مش مشكله. خلاص هنعمل ايه؟ خلاص هنعمل ايه؟ 15 سنه غصب عنا زي ما بتقول لي غصب عنا يا كابتن بقى نعمل اهو يلا صحابنا خلاص مجبرين. لا بس تبقى حياه حلوه يعني، اقصد اقول الناس فاكره الحياه دي وحشه. يعني احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لان اكيد في بنات صغيرين بيتفرجوا عليكم دلوقتي واكيد هيحطوكم كلكم قدوه، ما تفتكروش ان انتوا، لا انتوا دلوقتي بقيتوا قدوه. فهتلاقي البنت الصغيره طالعه من الناشئات بتقول لا انا عايز ابقى زي مريم، عايز ابقى زي ريم، عايز ابقى زي لما. كل واحد هيشوف اللي عايز يبقى زيه وهياخده قدوه. فمهم الناس مع الكلام. طيب مين اللي بيتعب معاكي بقى اكتر، بابا ولا ماما؟ لا الاثنين، ما ينفعش اقول بابا مسحولين الاثنين. لا مش عايز ماما تتضايق. لا بس ما شاء الله بص، لا سياسه لا 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 سياسه اقتصاد. انا بقول اهو يعني واضح، لا التعليم باين، الصرف باين كده، وكمان يعني بتتكلم لك ماما مش هينفع اقول اثنين. لا انت ان شاء الله تبقي سفيره كويسه. فهو يعني اكيد باباكي بيستناكي طبعا بعد الجامعه، من جامعه للتمرين. لا طبعا مجهودهم فعلا ما ينفعش حد ينساه يعني. بس انت عندك ميزه ممكن ما تبقاش عند لما. ايه؟ ان انت عندك الجامعه قريبه منكم النادي. لا احنا بنتمرن في مدينه نصر. مدينه نصر. لا لا مش هنرتاح. لا معلش انا اسف. بس برضه ارجع واقول مش بعيد. لا مش بعيد. انما لو في الشروق، لما في الشروق صح؟ في تجمع. تجمع. تجمع مشوار برضه يعني، قصدي اقول لك انت برضه محظوظه نوعا ما. الحمد لله. طيب يعني كلميني عن يومك بيبتدي ازاي؟ يوم عندك فيه ماتش، يوم فيه مباراه. ابص يعني مريم الاخير لا بس انا عارف القصه يا كابتن، مشكله كبيره. طب ناخد يوم كده فيه ماتش. يلا يا ريم قولي. امبارح يعني بصحى من النوم الساعه، يلا لا اكمل الاكل، بصحى من النوم الساعه كام؟ امبارح يعني كان عندنا اول امبارح ولا امبارح كان عندنا ماتش امبارح. لا الناس كلها بص اول امبارح برضه دي صور ليكم يا جماعه. دي كان عندنا نادي النصر ونادي مدينه نصر. طب علق على الصور دي يا كابتن، انا اسف هجي لك بس علق على الصور دي. الصور دي كانت فين برضو يا كابتن؟ دي كانت في سبورتنج في نهائي كاس مصر اللي فات ده على طول، اللي فات ديت ما شاء الله. ودي كابتن فرقه بعد الماتش يا كابتن، اكيد طالما شايلين الكاس يبقى بعد الماتش. مش عايز مش عايز كلام يعني. طيب وده في الملعب. ده في ملعب سبورتنج. كل دي لقطات بتاعت ماتشات الكاس. تمام. ومش غريبه شويه يا كابتن يبقى بنلعب الشمس في سبورتنج الكاس ولا دي قرعه؟ هم الاتحاد السنه دي عامل بطوله ال 98 النهائيات كلها في اسكندريه، مع العلم ان كان في الاهلي والشمس والطيران كان فرقه واحده بس. ارجع اقول لك حاجه يا كابتن بامانه، طالما حطيت السيستم من اول الموسم تعظيم سلام. تمام. اللي بيزعل بس شويه حته ان انت ممكن تغيير. ممكن تغيير تعديل او يتعدل، انما طالما حطينا سيستم خلاص يبقى زي الفل ان شاء الله. لو كل الفرق من القاهره وما فيش ولا فرقه من اسكندريه خلاص. هو بس اللي بيخلي الانديه تزعل حته انه ممكن يكون البطوله مثلا مش متحدده او اتحددت في الاول في القاهره ورجعوا تاني اتغيرت في اسكندريه. تمام. فكل الناس بتشتكي. معلش ارجع لك بقى تاني يا ريم، معلش. اول ما بتصحي بقى من النوم يوم المباراه. بصحى امبارح كان عندي امتحان، خلصنا امتحان. كلمت الكابتن. لا بتصحي من النوم الساعه كام عشان الناس تبقى عارفه؟ هو قبلها بتنام الساعه كام بالتفصيل. ماشي اوكي. بصحى 7. الطريق اللي لحد الجيزه ساعه ونص مثلا. حلو. رحت على الامتحان. اروح على الامتحان ساعتين، اخلص اروح الماتش على طول. بس لا السبعه دي يعني لازم تنامي بدري. طبعا يعني قبليها لازم مثلا 11 مثلا تبقي نايمه. وبعدين لا مش 11 قوي، بيبقى عليها تنظيم قوي يعني. اصل انا بسال السؤال ده وعارف. صعب. ما اقدرش اوعدها يا كابتن. بص هي قالت لي 11 بس 11 بدري قوي يا كابتن. 11 واحده مش هينفع. 11 واحده. يعني حاجه من واحده بيبقى في تمرين قبليها اصلا، فاحنا بنخلص متاخر يعني، بنرجع بيبقى في مذاكره لازم تتذاكر. طبعا. لان احنا طول اليوم بيبقى في تمرين وماتش او كده. صحيح. فبنرجع بنذاكر الساعه 12 مثلا. صحيح. بس ونصحى بقى الساعه 7 بعد كده الماتش يعني، كل يوم بقى كده. يعني طب يعني بتتغدي فين؟ في العربيه. نفس التمرين معانا في العربيه. نروح ممكن انام في العربيه واذاكر في العربيه وكل حاجه. بس خد بالك الرياضي كده هتلاقي معاده لابه في العربيه ومكتبته كلها في العربيه. ما هو ملهاش حل، حياته كلها في لازم تكون كده. بالك انا عايز اقول لك على حاجه، انت لو رحتي خلينا نقول مثلا امريكا. امريكا يعني لو حد سافر امريكا وشاف الجامعات في امريكا سهلوا على الناس بقى كل القصه دي. هو قاعد عايش في الجامعه، بيدرس في الجامعه، بيتمرن كل حاجه. كل حاجه جوه الجامعه. اللي ما راحش امريكا وشاف امريكا الجامعه عباره عن مدينه. مدينه. انت مش محتاج تخرج منها عشان اللي انت بتقوليه ده بقى. بالزبط. عشان العذاب اللي الواحد بيشوفه. الوقت ده كله بس بيحصل كله في الجامعه. في الجامعه. وحتى عايز تخرج في الجامعه. يعني في اماكن تخرج وتقعد مع اصحابك وبتاع. الجامعه عباره عن مدينه. فعلا. فهو ده اللي بيخلي اللي انت بتقوليه ده للاسف بيضيع مجهود كبير قوي مجهودكم.
عامه هو كمان مش امريكا بس، تونس يعني اكتشفنا بقى لما رحنا تونس ان تونس بيعمل نفس الكلام. زي لما مثلا زي ان منتخب تونس مثلا دلوقتي ال 18 بنت كل واحده في جامعه، كل واحده بتدرس حاجه مختلفه تمام. وعندهم كاس عالم او عندهم افريقيا. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ بياخدوهم مثلا الشهرين او الثلاثه بدايه المعسكرات بيقعدوهم في مكان مدينه زي مثلا اولمبيك سنتر عندنا او مركز اولمبي مثلا، والدكاتره او المعيدين بيجوا لهم. لا والله بيقعدوا في مكان ما بيتحركوش منه، بيمتحنوا. لا انا شفته هم بيحكوا لنا، هم ما بيتحركوش من مكان، هم عايشين جوه المكان مع بعض، بيناموا ويصحوا وياكلوا عشان يتمرنوا. المعيدين والدكاتره بيجي لهم يعني بيبقى مثلا طبعا الدرجات والحاجات دي بتتحسب بطريقه ثانيه خالص، والدكاتره بتجي لهم. يعني افترض في خمسه سته مثلا بيدرسوا تربيه رياضيه بالظبط في ميعاد معين، هنيجي هنشرح كذا وكذا وكذا وكذا، المره اللي بعدها هيبقى في امتحان كذا، فهم بيبقوا مركزين عشان كده بيعرفوا يحترفوا، عشان كده بيعرفوا الدنيا تمشي معاهم. عشان كده بالرغم من العدد القليل، يعني تونس احنا بلد 100 مليون، تونس عددهم قليل مش زينا، بلد شقيق طبعا وعزيز علينا، بس بيوصلوا وينافسونا لان هم بيشتغلوا وفي احتراف كمان هناك. في احتراف. احنا مشكلتنا في السن ده، ويمكن يعتبر ده اقوى جيل جه في جيل السيدات في مصر، كان لازم مش اقل من خمس ست بنات يطلعوا يحترفوا بره. طب ما احنا عندنا جمعه مروه عيد، رحاب ومروه الاثنين محترفات بره. طب ليه البنات هم مشكلتهم بقى حضرتك؟ المشكله الثانيه والاهم ان الجيل دوت بقاله اكتر من سبع سنين بيلعب منتخبات، فعندهم الخبرات اللي يقدر يلعب منتخب اول. وده دي انا بناشد بيها الاتحاد بقى كمان تمام. ان لازم يتعمل منتخب اول الفتره الجايه، احنا عندنا جيل عنده خبرات كتير جدا، وده كان التخطيط بتاع الاتحاد اللي فات انه يعمل جيل كويس يكبر بيه. بس انا بتوقع ان اكيد هيبقى في منتخب أكيد، اكيد اكيد يعني هم دلوقتي خلاص 19 سنه 20 سنه اخر بطوله لينا، خلاص اخر بطوله ليكم في القطاع الناشئات كله او الانسات خلاص بقينا اخر مرحله ليهم السنه. انا بتوقع ان شاء الله اكيد يعني باذن الله هتبقى بطوله الكؤوس بتاعت السيدات بتاعت النادي الاهلي ان شاء الله. زي ما النادي الاهلي دايما بياخد الرياده في كل شيء، هتكون بديل رياده لعوده منتخب السيدات. منتخب السيدات ويقدروا يعني بعد ثلاث اربع سنين من الاعداد والاحتكاك الجيل ده ممكن ياخد حاجه ترتيب على العالم. صحيح، هم محتاجين بس الدرجه الاولى خبرات بس، والخبرات بيتهيألي موجوده دلوقتي. صحيح، لان جيل 98 وطالع كمان جيل 2000، ده طالع كمان جيل 2000 قوي برضه، وفي برضه من الاهلي حوالي سبعه لعيبه. يعني نقدر في خمس ست سنين او مش خمس ثلاث سنين يبقى عندنا فريق اول قوي جدا. اول قوي جدا صحيح، فريق وعمارة سنيه متقاربه نقدر نبني بيهم فريق بشباب. صحيح، وعندي الخبره. صحيح، يعني الخبره موجوده. صحيح، انا عندي في مش اقل من سبع ثمان بنات في الدرجه الاولى في النادي الاهلي خبراتهم كويسه جدا. صحيح، هينقلوا الخبرات للسن دوت، بالتالي هيتعمل منتخب قوي جدا في مصر. صحيح، والحمد لله يمكن كره اليد النسائيه في مصر النادي الاهلي الحمد لله يمكن لو اتعملت 24 بطوله في الموسم، احنا الحمد لله بناخد 20 او 21 بطوله اول ما شاء الله منهم. ما شاء فاحنا الله. الحمد لله كره اليد ما شاء الله عندنا الحمد لله في طفره كويسه يعني. وده كاس البطوله طبعا بيبقى لحظات حلوه قوي بتهيالي يعني. يعني برضو مريم بتبقى لحظه حلوه الواحد انتوا خدتوا عليها بقى ما شاء الله. انا لسه اقول لك احنا خدنا على الكاس خلاص من الاول بقى كاس. احنا كنا زمان مثلا لما ناخد كاس يعني ولا حاجه نقعد نلف على اللعيبه بتاع، دلوقتي بقى بالنسبه لكم عادي صح؟ لا عادي يعني كانت اخر مره كانت عادي بقى. بس اقول لك اللي انت بتقوليه ده روح المكسب يعني اكيد بنبقى مبسوطين. ايوه بيبقى في روح للمكسب. روح المكسب يعني مش حاطه في اعتبارك ان انت ممكن تخسري، خلي بالك ما هي دي روح المكسب. روح المكسب اللي هي ايه؟ ان انا مش هخسر، انا واخد على المكسب مش هخسر اكيد يعني دي. مع احترام للفرق الثانيه بس لا احنا كل الاحترام للفرق الثانيه، بس احنا بنتكلم نادي الاهلي السيدات في كره اليد في حته ثانيه. فانتوا لما بتاخدوا الكؤوس دي روح المكسب موجود. انت لسه بنتكلم على كاس العالم، ماتش كنت قلت لي ماتش ايه لما اللي حصل سلوفينيا. فيه سلوفينيا يعني كنت بتلعبي فيه برضه صح؟ احكي لي عن الماتش ده. طيب هو الماتش بصراحه من الاول احكي على اخر كوره. طب لا احكي لي. بص هو احنا يعني كان اصلا في الاول خالص كان ماشي جون بجون، بعد كده في الشوط الثاني كان فرق 6، كانوا كسبنا فرق 7 كمان مش 6 ده في الشوط الثاني. يعني خلاص ده الماتش بيخلص احنا اصلا بس احنا بقى ما استسلمناش يعني، كنا عايزين بقى نعمل حاجه في البطوله دي، فقعدنا بقى نجيب في الجون يعني كده، قعدنا نقل لحد بقى ما كنا تعادل. بعد كده كان فاضل 30 ثانيه وتعادل الكره معاهم، مش الكره معاهم، الكره كانت معانا. لا كانت معاهم، كنا رايحين نجيب جون، كانت 30 ثانيه والكره معانا رايحين نجيب جون، الكره اتقطعت ضيعناها وجاي بتجري جاي الكره علينا جايه فاست بريك، وانا واقفه
اللي بيحصل هي بقى اللي لحقت اخر كوره. انت صديت الكوره؟ لا ما صديتهاش، هي اللي لحقتها. قطعتها. انا ما اعرفش هي جت منين، يعني هي طلعت من الملعب من انا ما اعرفش الارض تقريبا. ايه اللي حصل في الكوره دي؟ انت ما شفتيش من الزحمه صح؟ لا هي اللي كانت في الزحمه. كنت شايفه اللعيبه كلها بتاعت سلوفينيا ومش شايفه اي حد من فرقتي. بس مره واحده لقيت هي ايديها في الكوره والكوره لمست مثلا ترطيف صوابعها. يبقى لازم نعرف الموضوع من مريم، لان مريم هي اللي كانت في قلب الحدث. هي الكوره اتقطعت من الهاف، راحت الهاف مبصياها للوينج. تمام. انا بقى جايه من ورا الهاف اصلا، يعني هي الهاف جريت بصيتها وجريت انا. تمام. جيت من وراها ماشيه وراها، انا ماشيه وراها وماشيه كمان مش بجري حتى مش يعني خلاص الماتش خلاص خلاص الماتش خلص. فالوينج بيرجعها للهاف تاني، جاي بقى يبصيها فرحتنا قطعوها. يعني هو جاي يرجعها وبيديله الوينج بيرجعها للهاف نص الملعب. كنت انت ورا الهاف؟ لا الوينج خلاص يعني هناك عند الجون. طب كان بيرجع لي الهاف تاني. كان خلاص بقى الهاف اصلا عند الستة يعني خلاص. كان راح يجيب جون. انت مديت ايدك قطعتيها؟ انا يعني رحنا. مين اللي حط الجون هناك؟ ملك ملك معانا في النادي؟ لا شمس. الشمس يعني طلعنا بيها فاست بريك، حطينا جون كسبنا الحمد لله. ما سالتوش بقى الموضوع بقى. هل الماتش ده يمكن حطينا في حته تاني؟ ده يمكن الماتش اللي وصلنا تاسع، يعني يمكن الماتشات دي كانت مؤثره. ما خد بالك هو ده كان توصل. لا ده كان تاني ماتش، كان تاني مباراه. ما هي تاني مباراه، قصدي اقول ان المباراه ده اللي خلانا نوصل بالظبط. يعني المباراه ما كانتش محسوبه. لما بتكسبها بيحطك في مجموعتك في ترتيب كويس. لو كانوا خسروا الماتش ده كانوا لعبوا من 16، كانوا لعبوا فوق. ما هو ده اللي بقوله. ممكن يكونوا خدوا نقول تاني مجموعه او تالت مجموعه. تاني مجموعه. طب عشان كده بتطلع بعد كده تلعب من ممكن توصل ل 12 الاوائل. تمام بالظبط، لان هو بتبقى ست مجموعات. ما هو اللي بيبقى كاس العالم، هو حتى المنتخبات الكبيره في كاس العالم يد بيبقى نفس النظام اللي انتوا بتلعبوه في الولاد برضه. نفس النظام بيبقى نفس الشكل وكوبي بيست. بس هو اتحاد اليد برضه خلي بالك. انت بتضحكي على حاجه. انا كنت بضحك. لا كنت بضحك على ان احنا بعد ما كسبنا خلاص طلعنا تاني مجموعه وخسرنا ماتش دخلنا دور الثمانيه، فكنا قاعدين في الاوضه مع بعض عمالين نقول يا رب نقابل انجولا. وقاعدين بندعي بقى ونتفرج قدام ماتش انجولا والبرازيل، طب يا رب نقابل اسبانيا، يا رب نقابل المانيا. بس ما قابلتش انجولا. بس هنا الاداريه عندها بتخبط علينا، جماعه ايه هنقابل انجولا؟ كنا هنقابل انجولا. عملت ايه مع انجولا؟ هو بجد هم عملوا بطوله حلوه جدا، احنا كنا مبهورين بيهم في بطوله في كاس العالم. يعني جم غير ما كانوا بيلعبونا خالص في افريقيا. فاحنا من جواه بصراحه كنا خايفين. خايفين نقابلهم عشان نرجع القاهره يقولوا لنا ما انتوا لعبتوا انجولا تاني، شفتوا انتوا عملتوا ايه، انتوا مش قدهم. انجولا علمت علينا ياما في المنتخب. سبحان الله بقى البنات نزلوا هم خايفين مننا، عندهم بقى رهبه ان احنا خدنا منهم البطوله. فالماتش بقى 4-0 5-0 لينا 6-1 لينا 7-2. ده كان الماتش ده في الدور الكام؟ ده اللي بنلعب على مركز 29. بس وكسبنا، بس احنا كسبنا عشان هم خايف يعني. بس الحاجز النفسي ساعدكم جدا وركبنا الماتش. واحنا من الفرقه اللي كم فرق؟ خمسة او ستة. ريم انت لعبت الماتش ده؟ لا انا كنت مصابه. كنت في البطوله ولا ما سافرتيش؟ لا كنت في البطوله بس اتصبت. اتصبتي في اول بطوله؟ في المعسكر. يعني احنا رحنا فين؟ تشيك. رحنا تشيك 3 ايام. 3 ايام المعسكر. وبعدين مش عارفه رحنا فين. من يا جماعه احنا كنا في حته قبل ما نروح كاس العالم، الحقوني. طيب طب يا جماعه احنا كنا فين؟ حد يفكرني. 3 ايام بس معسكر، يعني تمارين كده ومنها على كاس العالم على طول. انا اتصبت هناك في التشيك دي. صحيح. وبعد صليبي. كده ايه اللي حصل؟ الاصابه كانت عباره عن ايه؟ رباط صليبي. يا ساتر انت ضايقتها قوي على فكره. يعني دي بقى نتضايق. فكرتها. وعملت العمليه بس دلوقتي الحمد لله تمام. لا تمام الحمد لله. لا خلينا نرجع لموضوع الاصابه. بس خليني في بعض الاخبار. احنا قاعدين معاكم وزميلي طبعا في الاعداد الاستاذ احمد رشاد بيبلغني على طول بالنتائج. الاهلي النهارده مواليد 2000 لكره اليد وصل نهائي قبل نهائي نصف نهائي كاس مصر. بعد الفوز على الاهلي والاولمبي كان المباراه منذ قليل والاهلي فاز مواليد 2000. طيب عندنا برضو طاير 14 سنه توجوا ببطوله الجمهوريه بعد الفوز على اصحاب الجياد 3-0. عندنا برضو خبر الاهلي سيدات بيلعبوا سبورتنج الان. مظبوط يا جماعه؟ واكيد هنقول لحضراتكم برضو النتيجه ان شاء الله لو انتهت قبل نهايه. خلينا اقول ان الطايره سيدات برضو الحمد لله ماشيين بخطه ثابته. احتفلنا معاهم افريقيا، قفلوا افريقيا خلاص، قفلوا باب افريقيا. رايحين بعد كده رايحين على ان شاء الله بطوله الدوري. 3 ماتشات بنسبه كبيره ان شاء الله هنكسبهم، هياخدوا بطوله الدوري. وعامه الحقيقه الموسم ده حتى الان يا رب تتشود يستمر موسم ناجح للالعاب الاخرى والعاب الصالات. الحقيقه كل الالعاب، مش قصدي العاب الصالات بس، السله والطايره واليد، كل الالعاب حتى السباحه الاسكواش التنس الارضي التنس الطاوله كل الالعاب الحقيقه الثانيه الاخرى غير كره القدم. الموسم السنه دي موسم كمان استثنائي، واكيد هنعمل ده في احصائيات وهتجيبها لحضراتكم.
ارجع لك معلش تاني يا ريم، حته الاصابه بتبقى صعبه حتى في بطوله كاس عالم، وهي نفسك تشارك يعني، كلميني برضو على الرحله دي، رجعت عملت العمليه ازاي، بدات علاج طبيعي، عايزه اراده كبيره. صعب تلاقيها يعني بنت صغيره في سنك لما تعرضت للاصابه، كلميني عن الرحله دي. هو انا لما جالي اصلا في التشيك انا ما حدش بلغني يعني، ما عرفتش اصلا ان ركبتك وجعاكي قاعده. يعني بنزل بعمل مثلا فنت او حاجه بقى، انا ما اعرفش بقى ليه، وبقوم بكمل بالاصابه. بس فعرفت بقى في كاس عالم. ما كنتش يعني، الكابتن كان عارف ساعتها من الدكتوره، وانا ما كنتش عارفه. بس اول ماتش وتاني ماتش ما كنتش بشارك، وانا مش عارفه ليه مش بشارك. انا يعني مأديه كويس وطالعه بطوله كويسه، وكان عندنا بطوله وديه في سلوفينيا قبلها مشاركه فيها، يعتبر البطوله كلها، فانا مش بشارك ليه يعني. بس رحت اتكلمت معاه الكابتن، يعني انا مقصره في حاجه. هو الكابتن عرف منين؟ اتعمل لك اشعه هناك او حاجه ولا لا؟ هو تستات يعني، هو احساس. ما هو ركبتك تخونك دي صليبي على طول. بس ورحت اتكلمت معاه وكده، وساعتها بلغني بقى. طبعا انا ما صدقتش الغيارات، رحت لما ساعتها كابتن الفريق، هي المنتخب، انت كابتن الفريق كمان. يعني انت وراهم في كل حاجه. رحت بقى عيطت لها. كنت معاكي مين في الاوضه؟ كنت انا مع بنت اسمها اسراء. يعني مش معلمه. لا مش مع كابتن الفريق. لا. بس لما انا مش مصدقه يعني ايه انا في كاس عالم وما شاركش، يعني ايه كل دوت راح، طب تعبي، طب مجهودي كده. بس ساعتها رحت قلت للكابتن، كابتن انا ممكن اشارك يعني. انا عادي. انا تمام. وفعلا ده حصل يعني. رحت قلت للدكتوره ربطيني، وانا يعني انا متحمله بجد. ورحت لعبت، كان في ركبه معايا كان فيها حديد، الدعامات من الجنب. الاتحاد مرضاش انزل بيها. فربطت يعني، طبعا تعورك او تعور اللعبه بالظبط. ما كانش ينفع، ما كانتش. لا خليني ارجع لروحك دي الحقيقه، لان انا عايز اتكلم فيها. بس انتهت مباراه سبورتنج والاهلي لكره الطائره سيدات بفوز النادي الاهلي 3-0. الف مبروك يعني. يمكن نادي سبورتنج عامل فرقه كويسه، ودي خطوه كويسه ان شاء الله لبطوله الدوري. والاهلي بنسبه كبيره جدا بيقرب لبطوله الدوري، وان شاء الله زي ما وعدنا كابتن حمدي الصافي هتبقى رباعيه، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، دوري وكاس. ان شاء الله احنا في طريقنا الى او بنقترب بشكل كبير لبطوله الدوري. ربنا معاك يا كابتن حمدي ومع نجمات الذهب. كريم ارجع لك تاني حته الاصابه. انت عايزه تلعبي، بتقول المدرب بقى لعبني كويسه. هو طبعا ما كانش موافق خالص. قلت له طيب انا هتكلم مع الدكتوره، ولو في امكانيه انا موجوده وحضرتك ممكن يعني تشارك بيا وكل حاجه. رحت اتكلمت مع الدكتوره، قلت لها انت ممكن تربطيني يعني، اعملي اي حاجه، انا مش جايه، مش عايزه السفريه تروح عليا. انا مش هينفع اجي ببلاش. بالظبط. والله العظيم اسف. ما دي روح النادي الاهلي. لعبوني. يعني مفيش حاجه اسمها اروح كاس عالم وما اشاركش يعني. امال انا طب راح اعمل ايه؟ مريتي بايام صعبه. بالظبط. انا عايز اقول لك بقى، والعياط هناك والهستيريا ولا ايه؟ لا صحيح، بس رجعت اقوى من الاول. ما شاء الله يعني. انا عاجبني فيها هم بتوع سياسه اقتصاد كده يا كابتن. هم كده. لا لعبه معايا موسم هايل بصراحه ما شاء الله كده. يعني من بدايه الموسم. يلا شهاده اهي بقى على الهوا كده، لايف مسجله اهي. في سواء في بطوله الدوري او بطوله الكاس او بطوله المنطقه، ريم عامله معايا. بس يا كابتن انا حاسس ان بينك وبين اللاعبات يعني بيتعاملوا معاك كاخ كبير يعني. انا حاسس بالروح دي في الاستوديو. خلي بالك انا حضرتك، خرجنا من انا مربي الفرقه ديت وهم عندهم 6 سنين. يعني مش حاجه كده بجد. في صوره تقريبا موجوده. احنا كنا متصورين مثلا حاجه قد كده مع كابتن محمد. كابتن رضي كان من زمان يعني معاهم. ما شاء الله يعني. انت عارفهم، عارف امكانياتهم، زي ما بتقول مربيهم. لا يعني بصراحه، وجيل جميل يعني. هو جيل بصراحه من زمان، هم واولياء امورهم. بصراحه عشره كبيره بقى يعني. عشره طويله بقى. موضوع كبير قوي. لعلمك الاساس هم الاولياء الامور. والله العظيم اللي بصراحه بيتعبوا بسبب الاب والام. هتلاقي كل النجمات دي هم الفضل الأول. كمان فاحنا ما نقدرش نشرح حاجه. كل امور طيبه عشان ايه يعني، برضه ما حدش يزعل. فبقول لي يا كابتن يعني، معلش الوقت بيمر سريعا. اتفضل. اكيد انت معاهم من صغرك. تمام. وطموحاتك معاهم ايه؟ اللي بتحلم بيه مع هذه الفرقه، مع هذا الجيل ما شاء الله عليه، الجيل اقول عليه من ذهب؟ انا كل اللي بتمناه للفرقه ديت، لان فعلا هيبقى فيهم مش اقل من 8 بنات باذن الله يعني باذن الله في الفريق الاول. ما شاء الله. ان شاء الله. وبتمنى ان انا اشوفهم في منتخب مصر الفريق الاول ان شاء الله. ما شاء الله. لان فعلا الفرقه ديت عندهم كم مهارات غير طبيعيه. ما شاء الله. فرقه بتعرف تجيب المباراه امتى؟ بتمشي المباراه زي ما هم عايزين يعني. هم اللي ماشيين المباراه. هم فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. ان شاء الله اكون معاهم في المنتخب. ربنا يخليك. ان شاء الله اكون معاهم. انت عارف حضرتك يعني مثلا ايه يوصلوا الفرق 14 16 جول،
وهم ينزلوه برضو 6-7 يا كابتن محمد هتخلص ولا ايه الموضوع؟ يعني في اجازه بكره ولا نعمل ايه نأزم؟ ودي حقيقه ده اللي بيحصل انت عايش معانا بقى يعني لا ما انا عارف الاجازات هتريحنا بكره الدنيا ماشيه كويس مش هتريحنا بكره الموضوع بقى ايه طبعا هزار وضحك بيبقى حلو في الطاقه اللي لا بصراحه هو جيل يعني بصراحه يعني من زمان معاهم فانا يعني بعشقهم فعلا ان شاء الله ان شاء الله كابتن تشوف فيهم امالك وطموحاتك وان شاء الله تكون معاهم وتشاركهم المشوار باذن الله خليني برضو مريم طموحاتك ايه وناويه ايه مع نفسك في ايه دلوقتي ولا بعدين من دلوقتي لبعدين انا معاكي بقى لغايه الصبح نفسنا اكيد ناخد يعني بقيه البطولات ان شاء الله ونفسي بقى نكسب كاس عالم ان شاء الله ده صعب قوي بس يعني ان شاء الله يعني في حلم اكيد كلنا بنحلم يعني بس محتاج دعم اصل مش في ايديكم بس خدي بالك الموضوع ده محتاج صرف محتاج دعم محتاج توجه عام يعني الموضوع ده بس انتوا كلامكم البوزيتيف ده هيخلي اي حد بيتفرج علينا يعني عايزين نقول لهم بس ان احنا قدها يعني ان شاء الله يعني احنا بجد جيل كويس يعني في كل الانديه حتى بتقول لك صليبي وربط ولا صليبي عايز تلعب يعني بص ده 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 صليبي وربطني يا كابتن وهلعب وانزل وكانت بتتربط والله وكانت بتلعب يعني انا عارف وكانت تقدر تلعب ومش هتشتكي بتقول لك على مسؤوليه بس يعني تخيلي احنا كويسين يعني لا ان شاء الله كل امالك وطموحاتك لما احنا اجيلك بقى برضه اتفضل كده انا اسف المشكله يا كابتن ان احنا من الالعاب الشهيده ودي حقيقه صحيح. يعني مش احنا بس كره السله كره الطايره كره اليد احنا للاسف احنا لو في اهتمام بالمنتخبات وبالفرق اللي موجوده الدنيا هتختلف على كابتن واحنا كبرنامج ملوك الصالات بامانه ان شاء الله في ظهركم كبرنامج بكل الاستاف مش هيثم الاستاف كامل صحيح. انا اخر واحد فيهم هنبقى في ظهركم لان الحقيقه لما سجلنا معاكم كمان حسينا بقد ايه حجم المجهود اللي بيبذل وقد ايه المستقبل اللي ممكن يعني يبقى على ايديكم حاجه يتغير يعني يتغير مستقبل سيدات كره اليد ان شاء الله احنا وراكم وضهركم باذن الله لما طموحاتك ايه بقى قولي لي ان شاء الله بس نفسي نخلص الموسم كده ناخد خد الدوري والكاس ان شاء الله يا رب من ضمن الاصابات ان شاء الله من اخر موسم لينا كجيل خلاص مع النادي فعايزين نفنشه كده بطريقه كويسه ناشئات كجيل مع بعض عشان ايه بس نبقى محددين كلامك ونفسي بجد ان احنا نعمل حاجه في كاس عالم احسن من المره اللي فاتت بكتير باذن الله ان شاء الله وبجد نفسي فيه ان شاء الله الدرجه الاولى ناخد افريقيا عشان دي بجد هتفتح ابواب كتير قوي لينا يا رب يا رب ان شاء الله تتحقق معاك وتبقى احسن جول في العالم يا رب ان شاء الله ريم قولي لي بقى طموحاتك ايه نفس الطموحات يعني دي طموحات كل العيال واضح واضح ان انتوا متفقين يا جماعه ولا ايه متفقين عليا ولا ايه يعني دايما دي كل طموحات كل الفريق عامه يعني ده هدفنا احنا بنحط لنفسنا هدف يا جماعه احنا هنمشي على الهدف دوت طول الموسم بس كل موسم لازم الثلاث بطولات بتوعنا ان شاء الله يعني بعد كده طبعا في كاس عالم ان شاء الله ناخد ميداليه يعني ان شاء الله يعني احنا مش طمعانين ماشي في اول بس في ميداليه ان شاء الله ان شاء الله يا رب برده الفيرست تيم ان شاء الله يعني نعمل حاجه يعني ان شاء الله بتاعتنا برده ليه انت بطله وتحديتي مش بس الظروف الصعبه ودراستك لا تحديتي الاصابه برافو عليك يعني انا بحييك على الهوا وبشكرك على وجودك معايا النهارده بشكرك شكرا جزيلا جدا بشكرك يا مريم شكرا جزيلا على وجودك معانا والف مليون مبروك انتوا الحقيقه سعدتوني جدا بالوقت اللي قضيته معاكم الله يبارك فيك ميرسي كابتن محمد بشكرك والف مليون مبروك وانا على المستوى الشخصي يعني بدعي لك ربنا يوفقك ربنا يخليك تستحقوا كل الخير يا كابتن محمد متشكرين جدا متشكرين ان شاء الله لما الف مليون مبروك على البطولات وان شاء الله مزيد من التوفيق وهنتابعكم نعرف اخباركم لحظه بلحظه ان شاء الله اعزائي المشاهدين سعدت جدا الحقيقه باللقاء ده يعني نجمات تحدوا ظروف صعبه كتير الحقيقه على مستوى المنتخب على مستوى النادي الاهلي اتمنى يعني ان شاء الله نضم صوتنا الجيل ده لازم الناس كلها تقف وراه وتقف ورا الجهاز الفني المحترم ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه لمصر مش بس للنادي الاهلي هنطلع فاصل قصير وارجع مع حضراتكم عشان نستقبل الاسكواش الاسكواش اللعبه الكبيره اللي عامله انجازات كبيره في النادي الاهلي هنحط الضوء عليها خليكم معانا فاصل قصير وارجع لحضرتك